أبو محمد والله اللي يستاهل، والله يرحم شايبه ويصبرهم واخر الاحزان ان شاء الله. امين امين. لكن عندي سؤال، لو خيرت ابو مسفر ان شاء الله، بما اننا شفنا ما شاء الله ابداعك والتخريب لا في خذها كاش ولا في المقادير اليوم، والشيء اللي يجهلونه بعد البعض ترى ابو مسفر من الصبح وجالس يجهز الكلام ويجهز ما شاء الله تبارك الله، الله يبيض وجهه، ترى العلم ما جاه انه بيقدمها الا قبلها يمكن ساعه. الله يبيض وجهك ابو مسفر وجه. لكن الله يطول الله يطول لي عمرك، ولا على الكلام ولا على المقدمه ما عليك زود، لكن لو خيرت انك تقدم فقره من الفقرات اللي انت تشوفها في البرنامج والله اول شيء في قناه الواقع انا قلت الكلام هذا، اقول جيناها متقدمين ومتسابقين وعشنا فيها محبين وعاشقين، الله صارت كيان. لو سالتك يا ابو سعود تقدر تتخلى عن نادي النصر؟ لا والله انا ما عاد اقدر اتخلى عنه. انا الحين يمكن عن قناه الواقع يمكن يمكن الحين اتخلى عن النصر عشان الواقع. وصلت هذه الفكره اللي بوصلها. الله يطول لي عمرك. الشيء الثاني فانا اقول اي فقره فيها من فقره الشيبان الى فقره النقد الى البرايم كلها تشرف الانسان يقدم فيها. لكن اللي يميل قلب والله شوف انا اشوف المطبخ ما يصلح لي لاني لو ابطيت فيه طبخت خلصت التقديم وطبخت. هذا احسن شيء، هذا احسن لانه محبه. لكن والله اني انا الى الان والله اني ما اميل لحاجه معينه. الشباب يقولون في النقد، انا اشوف انه بدري على النقد.